تقريبا السنتين الماضيين من حياتنا كانوا كتير صعبين علينا مع الكورونا فيروس أو جائحة الكورونا والكورونا بانديميك. فكتير ناس فقدت أشغالها، كتير ناس إجالها حالة اكتئاب، كتير ناس فقدت البزنس تبعها، المصدر الدخل تبعها، كتير ناس توفى لهم أقرباء أو أصدقاء، وكمان في كتير ناس مروا بحالة فظيعة من الإحباط. إذا كنت واحد من هدول الناس خليكم معي، علشان بدي اليوم أعطيكم offering أو هدية وأستضيفكم، بس بطريقة تانية غير اللي أنتم متعودين فيها علي. أنا بالعادة لما بستضيفكم بحكي بمعلومات كتيرة اللي هي بتساعدنا على توسيع مدارك الفكر تبعنا، وتخلينا ننتقل نقلة يا إما بسيطة يا إما نقلة كبيرة من وين إحنا اليوم لوين إحنا بدنا نكون بالمستقبل. علشان هيك أنا دائماً بحكي على مواضيع اللي بنمرق فيها في الحياة والتجارب الشخصية تبعتنا. اليوم أنا ححكي بشغلة تانية وحعطيكم offering تاني أو هدية من نوع تاني. أنا مش حأعطي معلومات اليوم ولا وسائل ولا طرق لكيف نتغلب على الحياة. أنا اليوم بدي أعطيكم إشي أهم بكتير من هاي المعلومات كلها، وهي بدي أعطيكم جرعة أمل. أنا دائماً بعطيكم جرعات أمل صغيرة بالبرنامج تبعي وبكل شيء أنا بحكي فيه، بس اليوم أنا إن شاء الله الهدف تبعي والإنتنشن نيتي إنه أعطيكم جرعة كبيرة من الأمل. أنا ببداية الفيديو حكيت على كتير صعوبات وتحديات مرقنا فيها بسبب جائحة كورونا بالسنتين الماضيين، يعني هلأ دخلت علينا السنة الثانية إحنا كمان. لكن الصعوبات هاي كلها بتختلف من شخص للتاني، الطريقة اللي إحنا استقبلناها كمان تختلف من شخص للتاني، وبتعتمد هي بالآخر على الإنسان شو عنده أولاً من وسائل تساعده على إنه يتواكب مع التغيير السريع اللي صار بحياتنا وقلب حياتنا فوقاني تحتاني. والشغلة الثانية على وين أنتوا على الطريق تبعكم برحلة الحياة، والروح تبعتنا وين إحنا، إيش الأشياء اللي لازم نتعلمها. كل شيء ذكرت لكم إياه أنا مرقت فيه: زواج، طلاق مرقت فيه، أولاد، فقدت أولاد حتى وهم أحياء بس ما في تواصل معهم، فهاي كمان خسارة كبيرة في حياتي. اكتئاب، دخلت في مرحلة اكتئاب شديدة واخدتني وقت أطلع منها، وهي السبب في تغيير مجرى حياتي إني أسيب شغل كان يندفع لي في راتب ممتاز وكان في مستقبل رهيب كدكتورة وبروفيسورة بجامعة دالهاوسي، وكنت أنا ماسكة مختبر لكل منطقة الأتلانتيك ريجن بكندا. سبت كل هيدا لأنه بعد ما صار معي حالة الاكتئاب الشديدة اللي دخلت فيها، عرفت وقتها أنه في إشياء تانية بالحياة هي اللي لازم أنا أبحث عنها، لازم أدور عليها. روحي كانت عم تبحث عن إشي ما كان عندي إياه بحياتي، حتى لو كان عندي الفلوس، عندي الأولاد، عندي الزوج، عندي كل ما يتمنى الإنسان من أسباب النجاح والوصول لأعلى مراتب بالحياة، بس كان في إشي ناقص وأنا ما كنت عارفة شو هيدا الشي. until بديت أنا ومشيت بالرحلة هاي،
رحلة الروح الجديدة تبعتي. Like كان لازم أنضرب ضربة كبيرة على راسي لأصحى لأشوف إيش هو الحقيقي بحياتي، إيش هو اللي أنا بدي إياه. هل هو بس ماله جاه وشهرة وأولاد وزواج والحكي هذا اللي إحنا منفكر في أوقات كتيرة إنه هذا بيكون سبب سعادتنا، ولا أنا لازم أعرف كيف أتواصل مع رجا معي أنا، أدخل في داخلي وأدور بالرحلة. هاي رحلة كانت الطرقات تبعتها مظلمة على الآخر، وأوقات كتيرة كانت صعبة بأكثر من ما الإنسان ممكن يتحمله من طاقة، بس ثابرت عليها وضليت على الطريق. ووقتها بدت تتفتح لي أمور كتيرة، بديت أعرف إنه السعادة فعلاً تيجي من الداخل، مش من الناس اللي حوالي، مش من الفلوس. صح الفلوس مطلوبة والجاه والقيمة وكل هيدا الحكي كويس في الحياة، بس مش هو اللي يكون الهدف الرئيسي تبعنا بحياتنا. ايش سببنا احنا؟ ايش السبب اللي احنا موجودين فيه بالحياة؟ ايش اللي بدنا نعمله؟ ايش الهدف الاكبر مني انا كشخص، والهدف الاكبر من اني انا انشئ عائلة صالحة وأولاد ناجحين ومستقبلهم كويس؟ أوقات كتير بنمرق بصعاب كتيرة بالحياة وتحديات، وبتبقى زي الرولر كوستر، بنطلع وبننزل، بنطلع منها بنروح بوحدة جديدة، بنطلع من وحدة بنطلع بندخل بوحدة جديدة. كلها هاي الصعوبات عشان تفتح وتوسع مدارك فكرنا، ونشتغل على تطوير ذاتنا، على تطوير النفس، لأنه وقتها بيكون عندنا هدف سامي وأكبر منا اللي إحنا بنسعى إله واللي مفروض نعمله بحياتنا. سو اليوم أنا اللي بدي إلكن إياه، إذا عم تمروا بحالة اكتئاب من تحت رأس جائحة كورونا، إذا فقدتوا أحبابكم وعم بتحسوا بحزن شديد جواكم بالداخل، إذا عايشين مع أشخاص لا بيفهموا عليكم ولا عم تفهموا عليهم ولا عم تعرفوا كيف تتعاملوا مع بعض، وحياتكم فيها ضغط نفسي وعقلي وروحي شديد اللي ممكن كمان تأثر عليكم شخصياً فيزيكلي، يعني بجسدكم بتحسوا بأمراض وعلل كتيرة، إذا خسرت شغلك الجوب تبعتك من تحت راس كورونا، أو خسرت المال اللي كان عندك، شو ما كانت الصعوبات اللي عم تمرقوا فيها اليوم، أنا مرقت فيها قبل هيك معظمها. أنا ما بقدر أحكي عن كل إشي بالدنيا لأنه كل واحد فينا همه مفصل على قده، بس معظم الأشياء اللي الناس اليوم عم بتعاني منها وعم تمرق فيها أنا مرقت فيها من شي 20 سنة، وحتى من قبل بطفولتي حضرت أنا حرب، عشت كيف الخوف اللي بيكون جواتنا بالحرب، عشت الخوف من إنه أنت تتصرف أو تحكي أي كلمة بدك إياها لأنه الأجواء اللي حواليك ما بتسمح لك، يا إما من منطلق السياسة، يا إما من منطلق الحكومات اللي إحنا منكون عايشين فيها، يا إما من منطلق الدين، أي إشي اللي كان يمنعنا إنه إحنا نعبر عن رأينا الشخصي. فعشان هيك أنا بحكي لكم جرعة الأمل اللي بتعطيكم إياها اليوم كبيرة كتير، اللي حقلكم إياه no matter what، شو ما كان الصعوبة اللي عم تمرقوا فيها وشو ما كان التحدي، أنا حقلكم إنه فيكم تتخلصوا منها وتغيروا نفسكم وتطلعوا منها أشخاص أكثر نجاح وثقة بالنفس وسعداء. هلأ هذا الحكي
ما بيجي بسهولة، دائما في زي ما احنا منقول there's a price، في تمن بندفع لأي قرارات احنا بناخدها بحياتنا. بس الطريقة الوحيدة انه ناخد احسن قرار انه احنا نكون عنا كل المعطيات والمعلومات اللازمة لاتخاذ القرار، واحنا نكون كمان القرار تبعنا بيكون زي ما نقول في توازن وفي حق لكل الأشخاص اللي بدخلوا بالقرارات تبعتنا. أوقات كتيرة يمكن القرار اللي بدك تاخده ما يكون حق للأشخاص اللي بحياتك، يمكن يكون مجحف، بس إذا أنت متأثر نفسياً لدرجة إنه ما قادر تعيش بحياتك بسلام وأمان وسعادة داخلية، من هذا الوقت اللي بيجي انه انتوا تراجعوا حياتكم وتشوفوا شو اللي بدكم اياه من الحياة. انا بدي قلكم الاشي كمان الوحيد اللي خلاني امرق بكل هذه الصعوبات هو ايماني، الايمان انه في ربنا سبحانه وتعالى، في قوة اكبر مني بكتير اللي واقفة جنبي، اللي مخلياني اقدر أكمل وأتحدى هاي الصعوبات من صغري لأنا لكبرت. مرة سألت وقال لي حدا من أصحابي أنت ليه بتأمني بالله؟ وكانت إجابتي إيماني بالله كان هو الإشي الوحيد اللي خلاني أتخطى كل الصعوبات وأتحدىها، ويكون عندي أمل إنه اليوم اللي حيجي حيكون أحسن، اليوم اللي جاي أو الوقت اللي جاي علي حيكون مشرق. حتى لو هذا اليوم ما كان قريب، حتى هذا اليوم لو ما شفتوه بعيونكم وما قادرين تحسوا إنه حيجي بالمستقبل القريب، أنا بقلكن وهيني واقفة قدامكن إنه هذا اليوم رح يجي. فخلينا نكون عنا التفاؤل، الإحساس بأنه في إشي أفضل جاينا حتى لو ما شفنا الضوء بآخر الطريق. Even if you can't see the light at the end of the tunnel، لو ما فيك تشوفه برضو ثابر وحاول. إذا طريقة واحدة ما زبطت جرب طريقة تانية. I'm sorry اليوم الفيديو كان طويل شوي عليكم، بس أنا حبيت أعطيكم جرعة كبيرة من الأمل علشان أنتوا تقدروا تمشوا، لأنه السنة هايدي لسه سنة صعبة علينا، وحتى مع التطعيمات اللي موجودة في كتير ما بنعرف إمتى حناخدها وإمتى حنطلع من هاي الأزمة اللي إحنا عم نمرق فيها. وعلشان أنا هحتفل بعيد ميلادي يوم الثلاثة، هطلع لكم الفيديو هذا يوم الثلاثة، وأنا هعطيكم كمان offering أو هدية، هي في ثلاث مجالات وإنتوا نقوا اللي بدكم إياه على إيش إنتوا محتاجينه اليوم. أول واحدة اللي هي بدي أعطي جلسة مجانية استشارية، يا إما في مجال اختصاص العائلة العلاقات العائلية، أو مجال التعامل مع الأطفال المراهقين، أو في المجال إنه أنت تكون عندك clarity يعني وضوح رؤية بالوقت الحاضر اللي عم تمرق فيه، اللي بيعتمد على الطاقة الذاتية تبعتك وطاقة الأشخاص اللي حوالينك بالعيلة. فهي ثلاث مجالات ممكن تنقوا واحدة منها لما تربحوا. الشغلة الثانية، إذا ما كنت من الرابحين أنا كمان هأعمل offer، عرض إنه أنا هعطيكم 50% خصم على أي جلسة بتاخدوها بشهر ثلاثة، علشان أنا أساعدكم وأعطيكم الدفعة من الأمل واحد لواحد شخصياً، يعني بدل ما تكون عامة. سو هاي أول شغلة. الشغلة الثانية، أنا هأعمل خصم على المنتجات تبعتي اللي هي مبنية على كمان الطاقة الإيجابية، وحيكون بواحدة منهم اللي هي المنتجات اللي كلها بتحمل رسالة أو كلمة تعطيك
دفعة من الأمل والثقة بالنفس علشان أنت تقوم كل يوم وتتطلع عليها وتحس أنا إيه فيني، أنا أعافر هالحياة وفيني أتغلب على اللي عم بمرق فيه. الشغلة الثالثة كمان، أنا كمان حأعمل خصم على الكتب تبعتي. الكتب تبعتي كلها بالإنجليزي، بس كمان أنا إذا بتحبوا ابعتولي وحاعطيكم خصم 25% على الكتب علشان تقدروا كمان تكملوا الرحلة تبعتكم وتطوروا من ذاتكم وتتغلبوا على الصعوبات اللي عم تمرق في حياتكم. سو هاي ثلاث شغلات أنا هعملها. هلأ كيف تربحوا معي؟ أول إشي بتعطونا thumbs up، like the video، اضغطوا على إعجاب للفيديو، سبسكرايب، اعملوا اشتراك للشانل. سو هاي شغلتين صاروا. والشغلة الثالثة بدي اياكم تعلقوا على الفيديو تحت وتقولوا لي انتو ايش الصعوبات اللي مرقتوا فيها، ايش اللي خلاكم تتغلبوا على هاي الصعوبات، ايش احسن نصيحة بتعطوها للناس اللي عم تمرق بمشاكل في الحياة no matter what، ايش هي هاي المشاكل علشان كلياتنا ننشر السعادة بالمجتمع العربي الكندي والمجتمع العربي اجمع، وكلياتنا ان شاء الله بنوصل للي بدنا اياه ونكون ناجحين بحياتنا. شكرا كتير، انا طولت عليكم، انا I love you so much، بشكركم كلياتكم على دعمكم للقناة، للمنتجات تبعتي، للسيرفيسز، للقراءات اللي بتتبعوني بقراءاتي، بالبلوكس تبعوني، بأي اشي انا بالحياة بعمله. بدونكم انا ما فيني اكمل، وبدونكم انا ما فيني اصحى كل يوم ويكون عندي النشاط وشعلة الامل انه حتضلها مضوية وما تنطفي، لانه انا كل يوم بقوم بحطكم بعيوني وقدامي انه انا عندي رسالة مهمة لازم اعملها بالحياة، وعلشان هيك بدي مساعدتكم تساعدوني اوصل هاي الرسالة والمعلومات لأكبر عدد من الناس عشان الكل يستفيد. شكراً، الله معكم، باي باي.